أهلا بيكم في برنامج اسمع مني. في عام 1471 في مدينة بازل السويسرية أعدمت دجاجة بعد أن حكمت رسميا بتهمة كونها شيطان متنكر بهيئة دجاجة لأنها وضعت بيضة ملونة. في عام 2009 اعتقلت الشرطة النيجيرية عنزة للاشتباه فيها في محاولة سطو مسلح. لا يشرب الكنغر الماء ويموت إذا شربه، لأنه يروي عطشه عن طريق إفراز جسمه للماء من الحبوب اللي بيتناولها. البط من أغرب الطيور على وجه الأرض لأنه لا يوجد لصوته صدى، وعجز العلماء عن معرفة السبب. هناك نوع من أنواع النمل يطلق عليه السفاح لقدرته على شن غارات على مستعمرات النمل المكورة، ويقتل الملكة وينهب محتوياتها ويأسر عدد منهم ويجبره على العمل لديه. في ألمانيا ممنوع توقف السيارة على الطريق السريع حتى لو نفذ منها الوقود. في فنلندا يمنع سائق التاكسي من تشغيل الموسيقى أثناء تحميل الركاب. رقم صفر مش موجود عندهم. الرومان أو اليونانيين القدماء مفيش حاجة عندهم اسمها مفيش حاجة أو لا شيء، عشان كده ما اعترفوش بالرقم صفر. حتى الفيلسوف اليوناني أرسطو قال إنه رافض الرقم صفر لأنه ما ينفعش ندخله في معادلات رياضية زي القسمة، لأنه النتيجة هتكون غير منطقية. قانون لمنع نشر الملابس الداخلية. في أمريكا وفي ولاية مينيسوتا في قانون قديم بيقولك إيه يا سيدي؟ إنك ما ينفعش تنشر ملابس داخلية حريمي جنب ملابس داخلية رجالي على أحبال الغسيل الخارجية. فعلا عندهم حق، إزاي تنشروا ملابس حريمي جنب ملابس رجالي؟ لا وكمان داخلية، اللي اتأدب. كنتم مع اسمع مني، استنوني في حلقة جديدة. باي.